والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد ومرنا إيهاب. مرنا، شكرا لكما محمد وهبة. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان تعزيز إيرادات الصادرات المصرية في إطار مبادرة بنفكر لبلدنا 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. تلك المبادرة التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز تتضمن مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة، وهذه الورشة هي ثالثة للمبادرة، وتناقش الأفكار التي خلص إليها الباحثون في محور تعزيز إيرادات الصادرات. انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى لمتابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات. يأتي الاجتماع استعدادا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بالإمارات COP28 لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشركات وخطابات النوايا في مؤتمر COP27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ترويج الاستثمار في مصر. تنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار من خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يعرف عملائه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة. على الجانب الآخر، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة. أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة تقدر ب 2.1% ليغلق عند مستوى 22,502 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.97% ليغلق عند مستوى 4,143 نقطة. كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.29% ليغلق عند مستوى 6,296 نقطة. في أسواق البترول العالمية، هبطت أسعار النفط بأكثر من دولار مع تراجع مخاوف تتعلق بالإمدادات في ظل بذل جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 66% إلى 91.53 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.4% إلى 87.14 دولار للبرميل. وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 59% لتصل إلى 3.5 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 62% لتسجل 2.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ذكر جهاز خفر السواحل في السويد أن عبارة جنحت جنوبي البلاد ما أدى إلى تسرب وقود الديزل لكيلومترات عدة. وأشار خفر السواحل إلى صعوبة معرفة حجم التسرب بسبب الضباب الكثيف الذي يلف المنطقة، لافتا إلى أن المحققين يسعون لكشف ملابسات الواقعة ولتباين ما إذا حدث انتهاك للقانون البحري. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وهبة. شكراً لك.